نروح لمنى ونسألها عن أخبار الطقس، ونسألها كمان عن موضوع تغير المناخ. منى صباح الخير عليكي، وتفتكري تغير المناخ ممكن يطالنا احنا ازاي؟ صباح الخير عليكي يا جوانا، وصباح الخير عليكي يا حسام. احنا تغير المناخ بيطولنا اهو، احنا في نوفمبر ومع كده لسه درجة الحرارة مرتفعة، ومع كده احنا لسه لابسين صيفي، فهو هو اوريدي ابتدى يوصلنا. انا فاكر احنا كنا بنخش المدرسة بنبقى يعني مشتتين سنة في شهر 9، ده كنا بنبقى مشتتين سنة، والكلام ده مش بعيد يعني، احنا مش عواجيز قوي. لا مش عواجيز خالص خالص. طب يعني لا في تغير، لا في في في. طب قولي لنا بقى ايه اخبار التغير النهارده؟ الجو حر شويه، ما تزعلش يا حسام. ماشي نقول لكل مشاهدينا بقى الاخبار. خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، وفي نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وكمان هيكون في شبورة مائية كثيفة الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة هتكون 30 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 36 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 25 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل، لكن لكل الناس اللي لسه ما نزلتش تعالوا نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. احنا متعودين نبتدي جولتنا من القاهرة، والنهاردة هنزود بعض الأماكن في القاهرة علشان التغيرات اللي بتحصل فيها. هنبتدي من شوارع الجيزة اللي بتشهد كثافات مرورية، وده طبعا احنا عارفين انه بقى أمر معتاد مع انتظام الدراسة في المدارس والجامعات، وبالتزامن مع توجه الموظفين والعمال لمكان شغلهم، وطبعا مع تواجد رجال المرور للعمل على تنظيم حركة المرور الموضوع بيبقى أيسر بكتير. هنبتدي على طول من محور صفت اللبن، بيشهد بعض الكثافات المرورية، وده طبعا بعد قرار إغلاقه كليا لمدة شهر من الساعة 1 صباحا ولغاية الساعة 6 صباحا. الوصلة أعلى شارع السودان في الطريق بسبب أعمال إنشاء محور الفريق كمال عامر اللي هيشهد انفراجة بعد إتمام الإنشاءات. نروح بقى لشارع الهرم اللي ابتدت بالفعل تظهر فيه الكثافات، واللي هتزيد مع موعد الذروة بمشعل، وكمان شارع العشرين ولغاية الطلبية هنلاقي الكثافات عالية للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل ومنطقة الطوابق ولغاية العشرين. كمان هنلاقي شوية كثافات قليلة في شارع السودان ولغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة، وكمان هنلاقي كثافات مرورية متحركة في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية. شارع السودان بقى بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة هنلاقي طبعا في كثافات عشان دخول الموظفين للجامعة. تعالوا بقى نشوف القادم من مدينة 6 أكتوبر وطريق المحور، هيلاقي بعض الكثافات في اتجاه ميدان لبنان. احنا عارفين ان في القاهرة في هذا الوقت وكل الناس نازلة هنلاقي بعض الكثافات لسه ما بوصلناش لموعد الذروة، ممكن نوصله بعد شوية، اللي عايز يلحق ينزل دلوقتي. نروح بقى لمنطقة وسط البلد وجامعة القاهرة من مدينة نصر ومنطقة شرق مدينة نصر ومنطقة القاهرة هنلاقي فيه كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر، وتحديدا بالقرب من مطلع رمسيس. أما بقى منطقة عبد المنعم رياض زي ما احنا شايفين لو هنمشي معاكم في اتجاه كوبري أكتوبر لمناطق الإسعاف ورمسيس اللي هيتجه لمدينة نصر أو ميدان العباسية، الطريق هيلاقي فيه سيولة مرورية طبعا هتقل بعد شوية مع زيادة خروج الطلاب للمدارس، وهنلاقي بعض الكثافات في شارع صلاح سالم والطيران برضو بسبب دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز التعبئة والإحصاء، لكن لغاية دلوقتي هنلاقي سيولة مرورية نسبية. أما بقى أعلى طريق الأوتوستراد واللي جاي من مناطق حلوان للمعادي والمقطم هنلاقي بعض الكثافات المتجهة لمنطقة الجبلين وصولا ل 15 مايو، وطبعا بسبب زيادة سيارات النقل التقيل، وكمان في كثافات أعلى دائري المرج المتجه من نفق السلام واتجاه الزراعي ومنه لمحافظات الأقاليم المختلفة. يلا نروح اسكندرية ونشوف الطريق فيها. احنا عارفين ان بنلاقي بعض الكثافات دلوقتي في المناطق المحيطة بكوبري استانلي، بالرغم من ده وبالرغم ان احنا متعودين على ده هنلاقي دلوقتي سيولة مرورية. لو هناخد الشوارع الجانبية هنلاقي فيها بعض الكثافات المرورية في طريق الجامعة وشارع محمد نجيب ومحطة السوق، لكن هنلاقي الكثافات دي بتستمر لغاية ما ننتهي من موعد دخول المدارس وكمان موعد وصول الموظفين، هنلاقي بعدها سيولة مرورية تستمر برضه لغاية موعد الخروج.
نروح أسوان ونتابع الحالة المرورية في أسوان، وهنبتدي من ميدان السادات وتحديدا كاتدرائية رئيس الملايكة ميخائيل ومنها لشارع كورنيش النيل. احنا شايفين سيولة مرورية على امتداد الشارع، الكثافات المرورية متعودين ان احنا نلاقيها عند منطقة الفنادق، وبعد التمركز ده هنلاقي سيولة مرورية على مدار الشارع. احنا كده خلصنا جولتنا المرورية المبدئية النهاردة، هنروح على طول مع حسام وجمانة ونبتدي فقراتنا وأخبارنا. تفضلي حسام وتفضلي جمانة. اشكرك يا منة، شكرا جزيلا، وهرجع لك طبعا تاني على مدار الحلقة. أكيد.